بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كواكيل وبقول ثمانية ضباط كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الزكاة بين كسو جري، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. وحبابها إباحة الأخذ حولها إن لقاتيني برنانتها لمن أعطي روح لسيي إنه قاطع إني برنانتاي أصغر لغسية من غير مسألة سؤال الآن يبري الآن ولا إشراف هنقل تاقد الآن سواء هنقل تاقينين أو نممرين أو نيدا أنكوهينين ونهنقل تاقين هذه اللسية حقا نآن ويدي سنين إني برنانتاي وحل لغسية إنها تحرمهان وقاطعته. وحدثنا هارون بن عروف قال حدثنا عبد الله بن وهب وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا وهب بن عبد الله أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب المقلي عبد الله بورني أبي عمر كورني يقول أسقولي رضي الله تعالى عنه قد كان رسول الله رسول كلا يوحى يعطيني كيسية العطاء أنتبه إسين شري سيسمو أي النبي وحوه إسين شري فأقول وحن أرن شري أعطيه سي أفقر إليه مني أعطيه حوله النبي الله وأنا دي سنرسو حتيسا أفقر إليه من أباه بضان مني أنا يقباه بضان أفقر مني من يقباه بضان سي إليه إلى المال مالك يعطيه يقباه بضان حتى أعطاني مرة إلى مالا النبي الله حوله يعني وهذه سيسة اللي قد يقباهم باتشريه تتكاسيبه مركا أرني حتى أعطاني إلى أسي مرة مر أيو أسي مال المال هنتبه النبي مال أسي فقلت محالي أعطيه سي مال كان نبي الله أفقر إليه مذو باهي بلان سي من أنا قي باهي بلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول النبي خذه مالك قاضو وحا أنكوسه تاقي قاضو قاعدنا قبس الدين يدو شرعه وما جاءك وحي كوي مادة من هذا المال هنتنا يزوه كميدا مالك الدنيا اللوجة وحي الدنيا كوتي مادة اللوغو سي وأنت غير مشرف أظن أهن قلتاجين أن دون إن حرسي إدلال سنكاء مقن بدن ولا سائل حقا أن ويدي سنقفك بحيني فخذ مالك قال سبرك سنكو قاضو وما لا وحي أن سدا أهين كوي ما دين مال قال تأضو ويدي ستي أم أهن قلتاجين فلا تتبعه نفسك نفتضها الراعين تتبعه نفسك نفتضها الراعين وها كدالين توجه شوي وحي كوي ما دي هدية ولا الكسيو أم حرماء أذن ويدي سنين حقا نوهن قلتاغين انقاضوا إلا باكو باركين هاي لكن وحي ساعة انكو قاضنين نفتضها الراعين وكهرو اسكداوي هقاضن. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا وهب بن عبد الله أخبرنا عم حارث بن يعقوب المصري عم شاب زور محمد مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر مركوري ستوس مركا أبيه أقول هذا ناقص ذي وكه الله يا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله كان وحا يعطي كيسي يا عمر بن الخطاب العطاء هنتبه سين تبينه قعن حول سيني فيقول له عمر عمر وحكو رنجري أعطيه وحاتي ساحورهن يا رسول الله رسول كله يو أفقراء مد باهب بدن مني أنيق إليه مالك حقي سأقو باهب بدن مد أنيق إقب باهب بدن إقدرن سي أنا واسك هاي فقال له رسول الله رسولك خذه مالك أنك سياق قاضو فتموله أنت كرده ما ليسو تبيني حرمك وينيسو انت القاضاتو أذوك الدقو هاد حولاه ذاكو بيرسو طبعا كرده أو ما ستصدق به لبح وصدقيسو وحي أنك سياسو يعلني أما أذوك ششفايسو أما صدقيسو وحو دحي يمتشري وما جاءك وحي كوي مادة سيقود بأقاض قاعدة نو من هذا المال مالك حقي زكاية ما دام سوى مالك كثر سنكوي ما دو أنت غير مشرف ما دون هون قل تاجين ولا سائل أهنا أن ويد سن فخذ وقاد وما لا وحن سدا أهين ووجه خلنا كوكس وقلا فلا تطبعه نفسك نفتض الراعين وهنكو هن قارين هكذا بتجين هو هن قل تاجين حولنا هموذ لغو بركين ماي قال سالم وحيري سالم بن عبد الله فمن أجل ذلك حديثك أوي بحمر النبي محمد يصاحب كيس عمرها أيو كان ابن عمر وحوى لا يسأل أحدا شيئا آدم وحمو ويدي سنتر كان ابن عمر وحوى لا يسأل كان ويدي سنين شيئا وحب أحدا آدم
ولا يرد من ديد جير ما علين جيرين شيئا اعطيها وحل سيره ما ديد جير بنا ادنا محويد سن جيرين وح لو لو حرمينا ما علين جيرين ما ديد جيرين قاعده النبي محمد بو كدقماي من غير اشراف ولا مساله وحرمه حرمه امبال سغا قات مركاسو كلا ده روح مركاسي هذا ده حرمه كفله يسوي وروح بديت كبقيس ان لو غود ليست ما قاب كلا نقطتنا وعلى إذا سيد عمر وكله أذو هذا النبي محمد وناك بس هو وجه يدي تظل روح كشك كذا هذا ترى النبي وكله متى إذا ملك لا مركا هولا بدن بس كتيرة لا لوش ببريان بس كذا بدن يوحى الله يسوت هذا هيو دنا بس كذا بدن دعدي بس كيرات وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو المصري أخبرنا عبد الله بن وهب قال عبد الله وحيدي وقال عمرو بن دينار وحوي المركله وحدثني ابن الشهاب يعني عبد الله بن وهب روى الكيسينو حديثك عمن حارث بكس وقات عمن الشهاب الزهري بكس وقات عن سالم عن عبد الله بوها طريق لبابو عمن مره هي عمن حارث مرية ولكن ابن الشهاب نصيمر لكن شيخ ابن الشهاب وشيخ كلي هي بهذا وهذا ساز ومركه وسعلي وهو العطف وكاني مركه قال ابن وهب وقال عمرو با مركا ميشا اسكا قدنا والا اسكا قرنا ان بدن بين قد سومر هوشا يدا قال ابن ابو حول وقال عمرو ابن عمرو حارث وحول يري وحدثني ابن شاب حديثك اي تبي اوكلي بمثل ذلك حديث كاس اوكلي ابن شاب اي تبي حديثك سالم اوكلي عن السائب يقتبي ابن يزيد وصحابي صغيره صحابي صغيره هو ابن شهاب يا الله بشا حديثك كقاضانا يا مد وحاوي سائب بن يزيد وهذا الضمبه من نوى سائب بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن عمر وطمرته عن السائب بن يزيد صحابي صغير وهي عن عبد الله بن السعدي اسنوى صحابي قال مقعيس وقدام بل اداه يما قدام بل اداه يا عمرو بن وقدام بل انت والله شيقا دقى بن سعد نجده بن سعد عبد الله بن وقدان يما يا عبد الله بن قدامه يا عبد الله بن عمرو بن وقدان انت والله شيخ ورين ابن عبد الشمس اول وحنا سعد بن نسبه الى بني سعد المكر ريب بني سعد المكر كذا ابيه بارك انت لو جايب نوجيين سيد حليم السعدي نبي نوج سو كلي عن عبد الله بن السعدي وصحابه كلا سوى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان مركز صدح صحابه كلا ورني صايب بن يزيد يو عبد الله بن سعد يو عمر بن الخطاب سيدا كتمت بخاري كتمت يميل بضان وخارج مسلم وحاو دحي صايب بن يزيد يو عبد الله بن سعد سحابك لاو دحي قول لي هذا حويطب ابن عبد العزة حويطب ابن عبد العزة مركع عن السائب بن يزيد عن حويطب ابن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر ومركع أربعة من أصحاب يروي بعضهم عن بعض لغمان أهلو لا في صحيحان ولا في صحيح مسلم هل كاسا كوي ماذا سنة كاسا كوي ماذا أفر صحابي وكالو ورنيس والنادر مركب بخاري أصغو سيداسو كوريا أو وحا وانقارد دونا اختلاف باتر السنة كعال مشاب الزهري رقي من جاب الزهري حدك قاتا يا برنا كرديقا سدح صحابي مرنا أفر كرديقا لبقى طريق بين محفوظهم با ياد مودا لكن هدير ليلة كي حوق بدن طريق بخاري وكيني با كحوق بدن مت كان هذا ابن شهاب الزهري عن السائب فقط عن السائب عن عبد الله بن السعدي وين عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر الليل هذا في عن واللوب رواد أبدايهين وحدثني قتيبة بن سعيد حدثنا الليث قل يوم حيليا سقط كم مسلم ببقرعين موين حتى مسلم سيدا كم وريه وسقط كي مد بيد هذا وصحابي قاس إن اللقينين باللوب بدن حويط بن عبد العزة بين السائب بن يزيد وبين عبد الله بن السعدي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بص بن سعيد عن ابن سعدي ابن سعدي كان هذا والسكوها يايو من نسبة والله يرخل ضيبا وذات كذا تمر انسحابي قال عبد الله بن سعد مياه مسيه وذات كيلورنجري عبد الله بن سعد النبي صرح العامري لبضا ابو والسكوها ابن خزيمة وحولية هاي ابن سعدي كان هو عبد الله بن سعد نبي صرح هو ماها عبد الله بن سعد ما ولنا وحيليين وخطا كوي من غماش مويني ننكو صحابي قهرؤون ابن سعد بمرنا
ابن سعد الأسكيد هذا المالك هنا ونسبة إلى جده مالك ابن حسل ابن عامر ساس إليه ماذا ده قرقه عن ابن السعدي المالكي المالك ونسبة إلى جده مالك ابن حسل ابن عامر ابن سعد أمو عبد الله بن سعد أمو عبد الله بن سعد ابن بسرح والله بكلا لنوا تابع مركا أصلا من نوا وصحابي بكلا النقون أيه أنه قال وحيري ننك قصة مركا إسكالي وعبد الله بن سعدي وصحابي قاه ما كان رقا ورنا يا ابن سعد ونسبة بالخضي ونسبة على غير قياس مويني اللي بني سعد بني سعد اللي ميلا هذا وبني سعد وبني سعد مركا نسبة على غير قياس كنت من بوذات كوائس لصحابي عبد الله ابن سعد أها مركا واتنا كينيسة إن مركا قارك واسطة وعي دعيسو عبد الحويط بوسن لازم أهين في بعض الأسناد إن لقليه أنه قال تابعه وحوي أما السحابي قاسي استعملني عمر الخطاب عمر باوحي قد لقي شقاء إيدي على الصدقة استعملني وحو عامل قد لقي شقاء إيدي قد على الصدقة أي على جمع الصدقة زكاة إن صور رشو أي عمر إيحل ساري فلما فرغت منها مركا دميون كصف رحشون هوش صوقبتي وأديتها نقط الزكاة إليه إلى عمر نقط أولي بن كورتي وحان سؤر الشيء أمر لي وحي أمري إن ليسيه بعمالة مشقايات عمالة شغلة القابط وحي أجور لغاسيوي نيدك هذا وحي لغوسيوي أما مشارقه أنا هالنقطة أما وحي لغوكرتها النقطة تاسع عمالة اللي إلادة رواية مركة قبيس بن ذؤيب أي عديس ألف دينار إن أيهيد ألف دينار كن دينار أيوه سيهان تبدأ بسؤولي فقلت وحانا دان عبد الله بن سعد يا صحابي أما أنا هاي وذاتك يا عبد الله بن سعد بن بسر التابعي الجليل وحان يقولي إنما عملت لله إلهي درتي بان شغلاء وقبطي وحان أسو شقي إلهي درتي وأجري ثواب كي يقول أجر كي يقول مش قاية ديدنا على الله الله يسارنت هوشان ألا درتي بان وقبطي وحي ثواب أما أبالي أجر أن الله انكسوك هيا عمر وهاد أمير بعد نقوته هذا وحبا كامر ربه وحجورة أما مشقايدة أما حرمون كار ربه مترته إلهي درتي بان أقبته وشان يقال له فقال عمر وحيولي خذ ما أعطيت قاضو وحي الوسية وحي الوسية قاضو محاجرة فإني عملت على أدي رسول الله حلق رسول نبي محمد بان نقضي عامل على صدقة نبي محمد حلق يسيبان زكا سوء روري وانا قصوم الرسول زكا انتي الله دور سوء روري كذب نكسو دعوذي خالد إيوه يا عباس يا ابن جميل كسوة دعوة وصمرتي فإني عملت على أد رسول الله أي عملت على صدق صدقا كشقيون عامل بانو غزة كان سؤر رنجري حلق النبي محمد فعملني نبي أجور أسي عملني أي أعطاني عمالة حيسي مش قايد أجور أسي فقلت وحان إلي مثل ذلك مثل قولك ويرد هذا إلي ذهو كلام نبي وكبري نبي الله مسلمين تا حقوق يقبان قصة قيست ألا درتي بانوسو الشقيي ثواب يأجرنا ألا انكسوا قايا هذا واحد باهي سيني بان نبي وكؤري فقال لي رسول الله رسولك لو يحيو قجيري ابن سعدو إذا أعطيت شيئا وحدين لغسيه من غير أن تسأل أذن ويديسن فكل عن قال اللو جيدا وتصدق صدقيسته قلنا قانا أذن وشيء قاسي كالميسو وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرنا عم بن حارثة المصري عن بكير بن الأشج عن مسلم بن سعيد عن ابن السعدي سمر تازه وش إلا صحي عن ابن السعدي وذا ديورنا يوا نسبة على غير قياس من وذات كواس لصحابه بحوك بدن عن ابن السعدي وعبد الله ابن سعدي أنه قال وحوري استعمال عمر عمر بعامل إغادة على الصدقة صدقة إنا صور ريف بمثل حديث الليث وحو شيغا حديثك الليث وكلو شيغا يا شيغا يا نينك سوكر رواكما وانين كان عم حارثة عم حارث عم بكير ليث عم بكير نواتصون مرتين قبل قبل حق السند كا انت انك رواية ففاسم با كتمت رواية ففاسم با كتمت عند احمد وغيره مركي وصور يزكدي وصور ري أو شو صوق عبد الله بن السعدي وبنجي مسلمته وقصه الشبي أيام اللي دواته أجورة هذه وديدي عمر بالو قد دعوة مرك عمر بقوي يا ري مرك أصل عمر وحكوري ألم أحدث أنك تلي العمل من أعمال المسلمين ميان لا يشيجين
إن شقوينك مسلمين تقبطه ثم تعطى عمالتك كدبنا لغو سيو أجر كادي أجور هذا خرش كادي فلا تقبلوا أدن يلي وركم مين سوقات مرضبا إن المسلمين تحلوا قبطي شقوين مرضبا وشرا ما يسطوح أجور الغسين آديده حارب فقال إني بخير ولي الرقيق وأفراس وإني غني عنها سيدا سيد وأنا خير وأنا ودرك سنة حوش والنبات كو وحاكوطسي أضوما بان له فردنا وبإيجو قاد أضومي فردية إيش ننجيلي الله يعني مال دكتاي نحوالك لأيجو قام با فردية إيش أنا هذا أضان كله بسوء خير وقاري وبإيجو قام حددي قرنا وقولي بيل فعنا وايستاواتي مربادات قاري شكت وحوري صحابيه عمرو أنا نبض بان كتش نبض بان أي حالك ودقيني أي دي متشرو كو فردا بيجوا أضمن ويجوا وأنا غني عنها مشاركا وأنا وأقد يقطم أم بهني حوض ورد جي سحاب وأحب أن يكون عملي صدقة على المسلمين وأنا جعل حقيقه مسلمين تنا كو صدقة يستو حبيني كمان ربو فقال عمر لا تفعل هيلي وأقنا هي حقه وصدقة على المسلمين ثوابك هذا وعلى الله هوشنا واسك حدا أن تيجي عرب رقوي حولما وحرموا واسك التبين واسك قاض نبي محمد بهوش يقدي ذي يا كايل هاي عمر عمر بهوش ما مر يسهل وحنا بيقدي عندك يجي الماي ساس وقصلا سيحدثك يو وطاه حق السنة كهوش هوري لقى الله حتى نو مسلم دفاع جري وحوله وهذا الحديث مما صدرك على مسلم يقول لي سنة يعني قوينت اللي قوي سحابي قاها حوايط من عبد العزة يوكها الله إياه قوينت هاسي مركوا وجبة إليه ذهي وجبة إليه هذا يضو قوانبا رواية بصم سعيد وضع رقتان يضو صوق قوان المهم زهري والسكم عن رافع على السنة سيد اللي بدان يهينا وذكر الواسطة عن الزهري عن إساء بن يزيد عن حوايط من عبد العزة عن عبد الله بن السعدية عن عمر ساس اللي بدان يهينا معمر يا جماعة أنا وحكوا وريان عن الزهري عن عن سائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بيكوا وريان وطريقة طمرتنا سداسنا وحابة مرأي وكلوا وريا غير الزهري بوريو ولد يزيد بن خصيفة عن سائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بيكوا وريا ولم يذكر حويطبا صدق لو حكوا وريا قبيس بن ذؤيب بيكوا وريا وأبو الزبير المكي عن ابن السعدي عن عمر بيكوا وريا المهم من حيث السنة يافي عن هذه الليلة هذا وسيدة نونة المامي دار قدنة المحابقة موحام حي وإن أفر طبال الله وضع الشيخ السحابي صائب حويطب عبد الله بن السعدي عن عمر سيدة سوي نحن شاهدكم نوام حي الدنيا وحددتك أدن ويدي سنين حقا نادن وهن قلتاغين وهن قرحوا ما أيسن كهين إي الله قصيه والله قاتا حمانا ما وناك وناك وي وحي كالي لغو بركين ما أيه اسكا قابسو باب كراهة الحرص على الدنيا كوسق الله كوسدي اما ان لا جعلين الدنيا ده ان لو دداله لراديو لو ممناده اني خنت هي ميل خنا كاردي حدثنا زيد بن حرب ابو خيثمه النسائي قال حدثنا سفيان بن عيينة ابو محمد الهلالي عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عن عبد الرحمن الصخر يبلغ رسول الله قال به حديثك النبي نبي قارسيني وحجه ذا لغوا ضاون ابو هريره حديثك النبي كورنيا قال وحر صوبنه قلب الشيخ نك وايلك ودنهيسو شاب وحر ليركويا هي على حب اثنتين لا بشعيلكم وايلك سدتن جرك اما انت تبي انت مانك مسكحس اي جوقته لا وجعليها ولي واقو يا رسول جعل يوجعل اضب قدر انت ولي لحدن جري لحجعلا بالليل هذا لحدن جري لحجعلا واتقانا صوماليد قلب الشيخ نينك وين ودنيس يا قلبي يسو شاب دليرو يا كركو يبودغون بوخو كدخاليستاي حق قلبك يا دنيا جعيل دليير لبا تنجربك يا واجوباني على حب اثنتين لبا جعيلك حب العيش حب العيش نول جعيل يو والمال حب المال يا دنيا جعيل انو سين نولاد سغاشيكر ما لغا دريريا ما قالو ردت واحد قد سو دقدي ما اسك سعوت مايا حاليكي سو دعي اسوغ ادويس كسو جعلي وخا كنف جعل صدرت مكه لو وين فلي با لنقضه تشدجيس او تاي ادو قمام يسيد باش اول لسيد دو عدينس انك فرق سرابه عشان وصارس
ninki sa ku soo indhaha ugala baxayso marka xoogow hore u badato nafta halka lagu keenin fulayni baa ku taabanba cadow baa daaqada ka soo bixi waa la arkaya baahadkaad ka carariba aad ka roor baad noqon wax loo ogyahay wey nin carabeed oo reer khaliijan u bogey waa dhawd barnaamij la soo daayay waxaa la weydiiyey su'aal aad muhiim ah nin baa wuxuu ku yiri mudiicba wuxuu ku yiri wareysanayay xagga geesinimo rag hadii rag boqol ah haddii lagugu dhaxday geesinimo lambarkeed geli lahayd buu hala weydiiyey wuxuu yidhi ma intaan guursaday caruurta dhalay kadib mise ka hor waxaa la yidhi ka hor intaanan guursanin waxaa noqon lahaaba ninka sagaalaad ama tobnaad lambar koo baa noqon lahaa cafun waxaa ujeeda ninka lambar koo baa noqon lahaa ninka koobaad ama labaad intaanan guursanin intaana guursanin caruur aanan dhalin lambar koo boqol in lambar koo baa noqon lahaa cabsida ma aqoonin buu ninka ifiri dhaha kala bixi jir gaariga fiiji waxaad unu samee geeriba soomaali waa taqan waxaa waa aakhara muug wiilasha yarka dagaalka la geliyay waa taqaanaa qabaailka markay islayn hayaan yay diraan dhallinyaron baa la sii day jilib culustu meel la rogmaday oo reerka xerada lagu galay ba dhoomberka la boodahaya ayag oo meelay galaan ay waaye wuxuu yihi markaa guursay soomaa carur aan yeesha boqol nin buuri waxaan laga yaabaa inaan noqon lahaa ninka sagaashan iyo sagaalaad maxaa jiraa la yidhi wuxuu nin waxaad yeelaysa waxba ma ogida orod guusa carur dhal nafta halkaa ku iman buuri meel looma socotid hal ogyahay weeye hal ogyahay weeye daayada xadiidkii ood garanaysa alwaladu mabkhalatun majbanatun maxzana ubadku waxay keenaan bakhaylnimo waxay keenaan fulaynimo waxay keenaan walbahaar iyo tiiraan iyo dhafuraa ku cadaan iyadoo meel la gaadhin dhanka la waa kaa nicmaha doogo haddii loo sabro hadee xilkoodii la guto xubulcaysh nool jacayl iyo xubulamal weeye waa yididiiliya hawo hawo odaygu la dhimanaya wixii kasta isagaa isu raba meeshan u bakaaranaya waxbana kama qaadi karo iyo walmaal xubulmaal waxaadina abu taahira waxarmanatum qaala akhbaran wahabin عن يونس بن زيد الايلي عن شاب الزور عن سعيد المصيب المخزومي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين ويلك قلبي سما ونيس يعني رجنيس لغد يهوديس شاب ان يروي على حب اثنتين لبا جعيل كو طول الحياه هو ديري هو بدني يدي ديلا ديري حب طول الحياه يحب العيش با اسكم مدأ انه وارو سي جوغو sagaashan markuu marahay in sagaashanka loogu daro iska raba oo dhallinyaro laga dhigo wuxubul maal iyo maal jacayl waxadathan yaxya ibnu yaxya wasaciin mansuur ibnu shucbat alkhuraasaani wadaadkii iska lahaa tafsiirkii sunankaba wa qutaybat ibnu saciidan kulluhum wadaadahaas afarta ah mise waa saddex saddexda can abi cawaanata wadaax cabdullaahi alyashkuri qaala yaxya isagu wuxuu yihi markuu warinayay xadiidkii itabinayay أخبرنا أبو عوانة نمان كلا دعم بي استعمالين وي عن قتادة عن أنس بن مالك قال قتادة بن دعامة السدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ابن آدم هو قبوبية ابن آدم هو قبوبية يهرم الإنسان الله أورني ابن آدم بالمحاية وعلى وحسنية أصل كي ابن آدم كلا كينو آه ترابطي عيدي عرض يهرم ابن آدم ابن آدم هو حقا شركة إيو قنك إيو ودقوبية يمسكح ذي يمانك وحلبا دقوبية وتشب منه وحر اليرى أهان وشباب أهان إثنتين لبع الرموت لبع الرموت اللي يروا كي هاي انت كلا و لبع تنك على عالكم مرة هياو نبع لك شيء رقوا وأفر أفر لبع تنادوي لبع تنك هرا دو تكق مامي ولبع تنك لغوت تليو لبع تن لغوت تليو إلا لبع تن آت وحد نقضو إلا لبع تن آت تليسو إلا لبع تن على عالوية اللي رقوا أفر تابع سيديت labaatan koor dhalinyaro taayo waa lagu celcelin wax qabta wax bara celceliya wada waa lagu edbin u guuriya labaatanka dhaxanada waa afartan jir iyo wixii la halmaalee waxbaa dhaqaysaa talaba ma haysid dhalinyarada ka soo tagtay xilbaa ku fuulay waad rafan waad gebi dhacaysaa haweenkii caruurta meelaad geysay iyo beelkii meelaad ka saxda ku wareersanta labaatankaasna waa mi waa labaatanka
ولواتنك وحلا تبعام وحلا نقو لواتنك صدحات والله تليا لحذن جر كنت مكان مرحة كالبحة إله لحذن يردور وحليق الله تليو لواتنك قدام بيسا ها ولواتنك على عالك وحكا لما يزيد حلاب باتنك كون نقو انت بدن منو أصوه إله إسكبر قيم ويين محاد إسيسين محاد حالي إسيسين قاس باه هيا وديكر باه هيا وسكر باه هيسا وحونو دم باه إسكوه إيمان هيا حالا ودنا سوكو تشيفي يقولي ما بس يحنين لا اسكو ما قبن اسلانتي عروتي ريكو دم بالرفادي ابا حالي ما قامين ما الذين انده اسمك جينين بالله وين سعيده وقوات راشين كوفي عم بالله سيني كدبنا افكو قليو قاس بالله محاد إسيسين سام محل محل مديق الشيء محل قصة ما يس محل قصة النيف كوف في عنابة لقولس نعرف قوة ناس عنابة لقصة قوة شو بنت حلي وانسي حوال كاس فير بيجو يستك فرت الله قابا به ويقدر أنت هاي وحنا البول الله سمع يقدر أيه مركب على لباتك الله يقنا لباتك على علك يات شيء كشدة أقول لباتك الله قدر بقول جارنا يدك أجرنا واحد بحنا إذا إذن كأجرنا بناء دور كيس وقع تهرمو عفوا أنت أزوا كفت دقيدا كبر ده هي وواحد كعادو دق أنا وي أنا مو مركي لوب بعد دقيدا كتر سنة هذان الإزوالين يهرم ابن آدم ابن آدم ودقوبة وتشب منه وحاط ليري بربار كا إثنتان لواء الرماد الحرص على المال هنتي اللي جود ذلك إيوه والحرص على العمر إيوه وارد اللي جود ذلك إنه وارو عمري ووسكتش عليه حولنا واسكتش عليه لفظ البخاري أزور رواية وحكت مت يكبر من آدم ويكبر معه اثنتان طلب المال وطول العمر ابن آدم هو وين هذا لبنا ويلوين أنا كما هربا عمر دير بسكر ربا يدري رجو ينواره يحول للراديو وحدثنا أبو غسان لم يسمع دقن كمرك واسكر ربا ويهدين هذا أنا أدوي معن قفة لحكم أجرا يقولك يركا واحد يسو سو قفة حيا سكدنا وحاقوفة حيا أضيك ويلك سلان توين أذنك وين وطقع وحكا الدنيا جعل ويري مركا ساد ميسا وشو ما markii iska ilaaliyo wuxuurka iska reebo oo hore markaa u badataan waxaan iska la dagaalamo oo suudiga haydan ku booto sidi reemid markay 4tan ba gaaraan ba misaayida galo ilaahay caabuda oo dunida yac iska dhaha waxa hada abu ghassan al-mismi malik ibn abd al-wahid magac isla yidada in badan baynu soo maray wadaadka wa muhammad musanna qala hadathana muad ibn hisham hadathani abi abay wuxiisha abi wa hisham ibn abd al-wahid ad-dastawai hisham ibn sanbar nawaliyada عن قتادة دعامة السدوس مركب أبو عوان ومطابعين هشام عانس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال هشام بحور بمثله بمثل حديث أبي عوانة وحدثنا محمد الثنى والبشار قال حدثنا محمد جعفر غندر حدثنا شعب الحجاج قال سمعت قتادة شعبان هذا ومطابعين هشامي أبو عوانة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قتادة مغلوه حديث كتبين يا أنس بن مالك عن النبي ساق شعبة حوكحي بنحوه بنحو حديث هشام وحديث أبي عوانة أيوك لو كحيبا لو جيدا انت وحوس عليها دوال رتان قتاد مركورة كورن هاي عن قتاد عن أنس قتاد عن أنس بتسوى دينو الرواية هشامية تي أبي عوانة قتاد مدلس يعنع أرخيسين هنا لك شعبة هو شامية له شيوخ ذي سكامية له وحن تحديث إخبار كاي استدرت سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك مرك تحديث بعدين إذن ولا نعبي هيوي وحين الربعين لقى وان توب ومرك دوايشو وضر أبض وطينا تردكتو سيد اللفتة دي واللدة دي ومسكح وضعيو تردقي إنا تعيل كالدنيا دا اسكي رئيسو ودهوود يهان كالدنيا كاية رضا للدوني وحق آخر أدو قلولته مرك عيب وي وادلع عهوش أيضا بقولك الله يو وأدمها عيبه سكمدة مرك هذا مسلم طينا الله دع الله نتوذك الرهب تو أيال الدون ياو باب لولا أن لابن آدم وادي لابتغى ثالثا وحبابي هاي ابن آدم كهادي لبتك أو ما لامها تي الله سين لها لابتغى وحد دون لأمتشرين لها ثالثا مثل صدحات لو أن لابن آدم وادي هدي ابن آدم كهو أهان لبتك لبوا هذه لب الله قوض أو حولا إيه هنتيا لابتغى ثالثا ما بدرقوا بنادم حولا كما درقوا
حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى وحول أخبرنا وقال آخرني حدثنا أبو عوانة إخباري تحديث بادك على قاضي مسلم انت أموي نن وحولي حدثنا أبو عوانة نن لبنا وحيد هذين نن وحول عفوا لبنا حدثنا بيدن نن أخبرنا أبو عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم ابن آدم هضوء أهان لها وديان لبتك أما لبو لاغوت ومن مال هانتيا في رواية من ذهب وذهب اسكده وحكا ليه لابتغى رواية أحمد لابتغى وحور هذين لها ودون لها ابن آدم واديا ثالثة تقلبات أما لاك صدحات تك صدحات أما لاك صدحات وواديا يعني هدي انت سو كيد ايو القصية خسندود حولا هدي لمي صدح القصة الدر وانك أبدا مهماتي الزمالي ريكونفرت كنين جيري له وجوان العاقة كدبنا ديك لوسوسي معوري ربي وحمالك صور راعي حمالك قال لها جوان كان العاقة كي بن آدم مدركه ولا يملو مبوحيه جوف ابن آدم ابن آدم علوش مبوحيه إلا ترى وحن عيد كاهن إنو لنتقو للدوغو لحبالا موين وعيد لقو الرقب موين حولك مدرك ابن آدم يهان يا أبو مدايو ويطوب الله إلهي وكتب أقبله على من تاب من الحرص على الدنيا وطول الأمل منك كتوبت كينا رقا كاحون ابن آدم كصور نغضة نفس الله دقا لما كعلي إله واكي إله يو إله وطوبت وأقبلها هي. وحدثنا ابن المثنى محمد موسى أبو موسى البصري وابن بشار محمد بشار بن دار قال ابن المثنى وحول حدثنا أحمد جعفر وذلك كان عم بيلوي أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كله الله المقلي فلا أدري أنس بأرني فلا أدري مؤغي قرن مايو أشيء وحي مياه أنزل نبي القسود حديث كان نبي نوش يجري لو كان لابن آدم وادياني من مال لابتغى ثالثا ولا يملو جوف ابن آدم إلا التراب ويطوب الله على من تاب ما حديث نبي محمد با مسوى وحي منزل لفظا ومعنى قرن ما يبقى أنس ليه فلا أدري موغي أشيء أي وحي أنزل على الرسول مياه أم أمس الشيء ويه كان يقول نبي أرنج إلهي وإلكو إلهامي لكن الفاديسي معنى بأسوى عبري بمثل حديث أبي عوانة بمثل حديث أبي عوانة شعب وحوش أي فذكر أو وساق شعب وحوكه بمثل حديث أبي عوانة مري سنة هرين لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا تاوي سلاسي صحابة يعني حديث كأنس أنس عن أبي بن كعب بعد عند البخاري لحكون أفر بقولي أفرتم بذكفرين كرتان كنا نرى وحن أم ملايين جري هذا من القرآن آيات قرآن أين يتهاي لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوفنا أدام إلا تراب ويطوب الله على من تاب وحنمود جري إن قرآن ياهي حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر آيات سورة مكي سودك تأيان أغاني إن أوصن قرآن أهي لفظ إسماعيل بعدين حديث كان لوجه يذو كنا نرى هذا الحديث من القرآن لو كان لابن آدم واديا الحديث إذن ساسو جيدا وحلين أنس إنو أها إن آيات قرآن التهي أولا نسخي لفظا لفظا وتلاوة رسم كذي قرآن كذي التلاوة من الله نسخي حون كذو باقي هذي حون كذا من كان بواجرة إن الدنيا الله سكالات دقال الله ولا عاجز بضم بمعنى كتمت إنو النبي محمد حديثي زكمدي هاي أيان كالقرين نبول وحنا قال وقعد المسلم كاكين دون الروايات يا حديث شواد عدين دون إن آيات قرآن آهيت أولا نسخي وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن شاب الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم ابن آدم هضوء أهان لها أمأ يرى لها واد من ذهب وادي الذهب أحب وحجعلان لها أن له واديا آخر تقلبات أو صدحات لو قدره أما اللبات ولن يملا فاه افك بن ادم ما بوحشه ولا يملا بوحن ما يفاو افكيس ما بوحشه الا التراب يعني ما ضيق لو جيده ادوي اف بس لغه معونه ميل بدن با لغه استعماله وحا لو جيده وح ضيقو بوحيه هودي سي هانكيس ما جرون كاين عيد لو روغ مويه ولا حباله مويه ويطوب الله على من تاب
إلهنا وكتبت أقبلا أحد كتبتك أنا وكيلا سوى البدء الدنيا ود ذلك جرتي أتكم من مانيت هذا إصدبق باطه أتصور نقطة إلى أسر رجوع إله وكيلا يا لجيدة. وحدثني زيد بن حرب إن ما حوفه سنة وحيليهن بن آدم كطب خلق أهان يغريز أهان وشيء قلب سن أخربا إيه الدنيا ذا كم من إيه هذو عمري أن دينين إن إيه كدر جينين إلى أودنته غلف بينه إلى دموية أصوغ سيدا أبا أنا أوليتا هدنا كودو وراكسي إلى أصوغ نقطة إلى وقية لي يعني والله قاتين كرابة الله قوضا بيلين ويطب الله على من تاب حديث كورسيا قسم مدى بتشوكتي وجملة مدح بنانو ابن آدم هب حماذي ولا تستوسين كرا برباء هذه انتي دبل قلية والله شبي كرا قاب كدوان الله ديك كرا وناك صدرت هدو حماذي والله هبي خربانا وكسي درا وحون غداها دي وحكي لي تبهايمتي الضوفاري داني را قليت هدو هقاقانا ملايكتو كسر مرا سيد الرسوشية يا أنبياء هذا إنه مرمر كأنه أنبياء رسوش ملائكة كفضل بدنيه إنه نجمع ببسوه قورية. وحدثنا زيد بن حرب بن هارون بن عبد الله الحمال قال وحدنا وذا دهس لبدا وذات حدثنا حجاج محمد المسيسي عن نجريج عبد الملك أثبت الناس في نجريج حجاج ليدا هذا ونسكوه كذا أثبت الناس في نجريج يعني ننك أثبت الناس في فنادل وحكام فعي عند الترجيح عند الاختلاف والتعارض بكان فعيا ننفو دك جرينك ان اودي بدناشك الله شكتم مويه نين كان لقتولك كومس هاغي كروي قال ابن جوحور سمعت عطاء بن ابي رباح سجن جريج نوام اثبت الناس في شيخ عطاء كجرة يقول اسوله سمعت من عباس بان ما يقول اسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني حديث كانس بالشواهد وكانيه ومن حديث من عباس برضه وكاني نبي محمد والله ما قرأي لو أن لابن آدم هدي ابن آدم هو أهان لها ملء واد تق مقي وادي مقي لاق مقيت مال أهانتئة لاق بحضون مال أهانتئة هدي لسين لها لا حب وحوش علان لأن يكون إليه مثله تق لبات إن لسيول أن يكون إليه إنه حقي سأهضام تق اللو قبيري مثله أسوك الكي وكلي ولا يملأ مبوحش نفس ابن آدم نفس ابن آدم ابن آدم نفتي سمبح أفكي سمبح عروش سمبح شمد يقوى إلا ترى والله يتوب على من تاب إلهنا وكتبت أقبل أنك تصور نقضي أطبت كينا قال ابن عباس عورا سونا سيدة أنا سوكالي فلا أدري قررن مهيو أم من القرآن هو أم لا كلمات كان يفقرات كان أي نص كان إنه قرآن كمد يهيو إنه سنكمد أهي يعني قرآن كلا خريج جيل نصقيب يوجد صحابه حي المسلمين تحكوا يجمعين والصحابة يسكوا يجمعين القرآن كونوا يهما بيئة الدفتين ومحفوظ ياهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون في عهد التشريع ويقول قرآن كون دقي أحكامت اللي دجني النبي ونورا قرآن كسو دقي لنصخي مياه مسمية كالله يوم الجيدان هذا قرآن مياه وحقب مجر اسكا إلى ليه وشا يدا ما ننسخ من آية أو ننسيها ميو قلي مسمية إليه مسمى بركور أصل بحديث بوهاي قرآن بما آية حديث نبي محمد ونبي أمد كواني إلى هنا معني سكو إلى هامي ميوءها من سوء قرآن بوها النبي قال له سوء وفي رواية الزهير وحاكو يمي رواية الزهير ونكو يمنين هارون رواية إيسا قال الزهير وحوجي أما قال أنس عفوا فلا أدري أمن القرآن ابن عباس ابن عباس قال ابن عباس وحوجي فلا أدري ما قرن أيه أمن القرآن أم لم يذكر زهير موسى شيء ابن عباس موسى شيء انت سكربا لابد الشيخ حديثك كورين ايي الزهير يا هارون اها اللي يوربا انه كلدو او قال ابن عباس انك عديي فلا ادري ام من القران هو لفظيا يا نصيا ام لا يري وهارون زهير سوحو كو غابسدي قال ابن عباس ما دي قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر زين موسى شيئا ابن عباس موسى شو قال فاعل كذي مش شيئا طيب أنت أصل ربك لي إنه كوكل الدو لبعض الشيخ لفظ دودي وأنا أمانة هدي حدثني سوي بن سعيد الهروي من باب المطاب شواهد بوكاني حديثك أبي موسى وأحمد قوى عضيني يوطك يعني حدثنا علي بن مسر القرشي تابعه حماد بن سلمة أيام متابعي وذات كان علي بن مسر عن داود ابن أبي هند القشيري أصنوح عن متابعي علي بن زيد من الأورنجري بن جدعان
عن أبي حرب، أبي حرب ابن أبي الأسود مجعيسا محجن بالي هذا ما يعطابا الغشري محجن يعطابا الغشري، لكن هو مشهور بكنيته أبو حرب ابن أبي الأسود الديلي أو الدؤلي، ليس في مسلم، ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، مسلم صحيح حديث بس يقول إياه، وذات كان أبو حرب بن أبو حرب ابن الأسود الديلي، هل كان حديث مسلم يقول إياه؟ ابن سعد في الطبقات وحول كان معروفا تابع لا يقانوها أبيه بعانه مشهورة ويلك أبو حرب أصنوها ننعانوها أبوه. ابن حبان نوى في ثقات التابعين بكل شيء، وكذلك الذهبي وثقه، وابن حجر وثقه أيضا، وروى عنه جماعة من الثقات مسلم نوى أولي وحجر حين مجر ننك أسقى وثقه. شعيب بن أرناض وركو الشيء وباطل سلم لها. أبي حرب ابن أبي الأسود الديلي عن أبي أبو الأسود الدؤلي أو الديلي ظالم ابن عمرو مردوق مقعي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مشهور بكنيته تابعي قيمة بنا. قال وحود تابعي قاس بعث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بوحود دري أفرين دري مركو أمير كبصرة كأها إلى قراء أهل البصرة، إلى قراء أهل البصرة إذا مدر وحود علماء القرآن كالتقاني ريب بصرة الله يسو شريساك هل سكوير معلمين تهلس كوير. بعث أبو موسى الأشعري رسول بدري صفير إلى قراء أهل البصرة ريب بصرة قراء ذودي نقود القرآن كي يقان نبي عليه سوره، فدخل عليه وأنا أمير بمركب بصرة كأها وحاوصه قالوا أيمد أميركي 300 رجل صدح بقول معلم بأتمت صدح بقول وقاري قراء في عهد السلف نوانما القرآن كي يقان تفسير كسي يقان فقه هذا مسائل كعلم قال لويدي القاري في عف السلف هو العالم الفقيه المدقق النحرير بها العلامة الفهامة حساب ديني نضع كلا سعوطة ما هاي درموس بكير لك وضع ما هاي طيب ويسلو ذا سعودي قد قرأوا القرآن القرآن كأخري برتي لفظ إيا معنى إيا تفسير إيا علم إيا تنزيل تأويل بأ فقال وحيي سمر صوله الله أنتم محاتين رقنا صدح بقولة خيار أهل البصرة بصراء أخيار تذباتهين يو قراءهم علماء تذباتهين فتلوه قرآن كآخرية قرآن كآخرية فقرأونه والرواية ولا يطولن عليكم الأمد هودوا سيسدين الله ديران نبوري ولا يطولن يسدين الله فقاني عليكم دشين الأمد أي الهوى والأمل وفتقصوا مركا فتقصوا أي إنجكتو ويأتكاتو قلوبكم قلوبتي إني كما قصدت وإنجكتو وأتكاتو ودقى حوذي قلوب من كان قبلكم تذكر إنكوه الرئيي يعني وامعي قراباتين علماتين قرآن كأخرية قرقما سيد الدنيا دو عمباري ونرد العي وقف هذا نيدا هودا صوقا بصدا آخر كو حساتو من حبال قرك إذا تاقنتي هودا يهنك تشوشية هذي هوية هنوكو لي أمل فربضونكو قالو وعذكرنا الدعين إن هذا دماني النب آخر موك بعد نقاني الدين بعد هراب صني إيمانك كاتجي إنكار باك وقول دعي واجدن بمرك إن الدنيا نقاني آخر نقون ميس قلبك وإن جدي تيبو كله الله يا أي قرادي علمادي أميرك كله الله ولا يطولن يوصل إذا الله ديران عليكم دشين الأمد مدد أنولا البقاء والعمر عمر الأربعة ثينو هسدي قلف بات أرقرته موت الفجأة بغفلة بمد بهذا بابي حليب عشان لا تكذب هل حبالا بطل أرورت ورنما يوصو قابس دبوري قصر الأمل بالذين كربا وفتقصوا محيك انتهى ودير إيهينا اسكتار دعسينا دواريس وثي جوغيس ودى الدنيا هلا بسطة فتقصوا قلوبكم قلوب تينا إذن إنجيجي ويدقوا حوبي روح آخر روح آخر كو حساب تمي قبر يا حبال حصوصا قيري مسكح دي مانكا كوهاية هذه من لذات أيا قلبي يسوى تشلعا تنقضى عبصدا كما قصد سيوين قلت ودك حوذي قلوب من كان قبلكم تذكر إن كهر يمحى آفي هوي هم بالتك إيا الدنيا تشعي وإنا كنا نقرأ هذا صحابنا وحان أخري جري سورة سورة كنا نشبهها نكون متلي جري وأكيسين جري في الطول حق درك يو شدة أضيقة ببراءة سورة براءة سورة بان أخرين جنة سيقول ديرتاي يا مسائل كي كهلا سيقول لسيهين منافقين أو قد درنتاي أدوية أو قد درنتاي
iyo wixii ahlu shar'a baraa'ad muddo suratu tawba kale dhar iyo culaysba fuunsi tawali hal mansi wal sahabi ma nansakh min ayatin aw nunsiha ba kutimid fadgarna izan sahaba dhowra ya habeen hadithki asagoo sunanka aad ku martay ahmadna waa asagoo faasan warinay sahaba habeen suurada xifdiyan bay duceen ku tukada marku saad intu weesay istaagay oo ragcateenka furashada uu bilaabay la foolbixii la sabarbixii uu la yimid oo ilaad ka cisid oo faatixa dhameey iyo suurada dhaqaajin waay ibn haa xababa kama hay suurada ay uu iskaga tagay suurad kale bilaab way ka socotay uu waday quraanka uu dhameystay saxaabi kale asna habeenkiis qudhigiisa suurada isku day uu dhaqaajin waay maba hayaba saxaabi kale shan saxaabi ba amin barqi nabi guriisa isku day nabi allow saadki way yimaadeen حالي ما ندعينا نصور بلا كنت كادو النبي الله ما بهاي لا منك حرف كما هاي سحيق الحين أنا حرف كما هاي نبي عبر بو أمسنا وحيبة كسو الدقي نبي حول حلال النسخيبة سورة ضع يدا حالي بالا النسخي وحالا قال لي في قلوب تسحوا الله قال لي في وحي كهيان بمجر حرف وعن مغلج الأرضي ومعلن كسوها بارو هين قرآن كبار الله قال لي في بان مغلج هي انقاص بمطقي يا قطب بمطقي وهولي معلمين تلقوا حرمين شري وهول في عنوي وغزو فكر لوبا هاي هوي سي معلمين تا عاد كل مالس كغديو اذا هوشا هوي شرتا قاب القران كلون نسخ جري كمتا ان يدون هول كلس ويدينين با صحابه ودن حتى نبي لا صار قلبيس سنقرؤك فلا تنسى ايه الا ما شاء الله قيب ربي دونو كان مسيحي باجرت طيب فنسيت والله المسين غير هذا الشيء وأني قد حفظت منها هل جملان كهيا بصورة توبة عاية توبة صورة لا أكيد هل جملان كهيا غير هذا الشيء أني أنا قد حفظت وعنك قبطي منها كهيا يعني هذا وحنا كحسستاوي كحسستا لو كان لابن آدم واديان من ماء لابتغى واديا ثالثا ابن آدم هدول لبوا وادي ذهب أما ما يلن لها مثل دحات بولدون دون لها الله يسير الله ما بدر قوي جوان العقا ربي وحمال قصو دروي ولا يملو جوف ابن آدم ابن آدم علوش سمبو حيو إلا تروح عن عركائن واحد دي قمت ترى أفكيسة عرم بعد ديق دوي تراب تاس مكو دنتان لو أكناية مكو قلف يرادو هذا وحور السحابي قول أبي موسى وكنا نقرأ وحان كنا أخير جري سورة سورة من أخير جري كنا نشبه أنكم تلي جري بإحدى المصبحات سورة المصبحات كاللي هذا تصبيح اللغو باللابي سورة تصبيح اللغو باللابي وتضبع موالح يوا شنب واليد هذا وسورة الحديد سورة الحشر هي سورة الصف سورة الصف باكور رسالة أو تقانن لما تقولون صماي جمعاء إيوه يتغاب أي حشر زمان سو شيء حديد هي حشر هي سورة الصف هي جمعاء يتغاب شنتاس هي صبح اسمه هي سبحان سورة الإسراء سبحان الذي سبحان الذي سبح اسم ربك الأعلى شنطة وحقدر طالبها ما غير نغدين تضبه مركب مصبحات قوة تضبية وعشان واللحبة لسكوها يعني عند أهل 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 العلم بالقرآن والتنزيل مركا مركا شنط اللي حده هران يبدأيهن ريما كأيو إني حسابية ويكرهبان سبحان يكرهبان إسراء يكرهبان نمنا سبح اسمه دحك صاران سبحان بيسوق ليا لبملها كنا نقرأ سورة بان وخر كنا نشبه نكشبه جرد بإحدى المصبحات سورة تصبيح اللغة بلا مدود لك درك إيو إيو معاني ذكاها الله يسبب فأنسي توالي أهل منسي غير هاسي يشأني حفظت منها وحان كحسوس طاون كهيا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دتك قال لي الرسول بالرمي محضورنا إسان كون الشيخ إسان واحدا سمينين واحدا سمين دونين واحدا سمينين هادات شيغاتو لو ميد ان وي واحدا هران سمينين هادا ان ترى وان سمي وا بين عط حتى الحالي وحان تدبو جزبان اخري صدقا بحيي كان ان سمي وا معي وا بين وي قلت ما لم تفعل وما هدو يا وا كذب عط هذون مستقبل يا هيو ترى واحد وان يلي دونا وحسن كو كين دونا وحسن سمين دوني قوان كانوا يعني انا سمينينا وامحي وخلف
وايبه يوعد لغا بخي خلف وي مره وها تهي بين الخلف والكذب والكذب بدو دحيسا وا مشكله ومر دقن حوي كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون محاد وش اورنيسان ان شيغيسان وحيدن سمينين فتكتب القران مقالدي اد شيغد اد شيغت وحيدن سمينين قوانا ان هينا تميسان حقنا ايضا سمعت شيغتين ولقول شهاده ايضا مرقه في اعراق لقول مين اذا سرن باخر هذه من دونتان فتسال والذين ويدين عنها عن تلك المقاله الذي ويدينيه واه ان اد شيغتين اما اد شيغتين وحيدا سمينين حقنا اي سمين دون يوم القيامه مالك اخر وحديث موقوفه مرفوع معها فارغ تحديد موقوف هو ابي موسى كؤك مرك هذا ومن باب نسخت البارحه انها نسخت البارحه يعني وقران كي لنسخي لفظيسي حقنا الرفعيي اي حقنا لغا ورمي رفعيسي صحابته وحن كحسستين انت كحسستين اي مخاتي قشن جيرين وما القران المنسوخ رسما والمرفوع لفظا الذي يجوز استشهاده لمن حفظ منه شيئا وي مرك قران قاب صدق قاب لو نسخ وا تقاناد علم قبرتين انه شيء يحيى منسوخ التلاوه والحكم ان رسم يا لفظ ان بل نسخه اون ايات ميشي سنكون كتاب القران كان لغا دخقادو لفظيده يا دغالكيدبا حكمك اي حنبارسين اسق ولا رفعيو ولا نسخه ويري هي قران كان نوعا ساد بو يري هي ما بدنو وأكمله حديث عائشة قرآن كي كيمد رضاعة وكله عشر رضاعات معلومات يحرمنا فأقدم بوالا نسخي لفظ جيسي حكم كسبه حكم كان شان رضاعات بلقد جي لفظ جيسنا والله قاضي منسوخ التلاوة والحكم واجرة وحكروا جرى منسوخ التلاوة دون الحكم وأصغنا جرى يعني حكم كسوة شوكا هو الغدق ما هي لكن لما أخريه ما قرر مصحفكم ما قرر لفظ جيسي بقى لقادي تلاوي بقى لقادي آيات الرجم بقى كمدة آيات الرجم بقى كمدة آيات الرجم حكم كده وباقي والغدق ما يسان ويلفرون ليا لكن لفظ أهان ما قرر ككلا وكذا تقانانو آيات دي قرر ومصحف قطع الله إن حكم كده هو منصور والذي يتوفون منكم كآخرية يا يلا الله متك حدد واقر معي هاي حدد واقر معي هاي سند قبلها لقد انت حددوا معي السند كتبنا قال نسخي تربص اذا قران كان مرك ايات دين قران دك الاله اللي وعبد استين اخرين ادك لغيه لها حق ان حكم كيسو منسوخ هاي وحل ذا منسوخ ها منسوخ الحكم دون التلاوة والرسم عليه ذا صدح رقابة كم وامح مركة قيب كيف قليه منسوخ التلاوة والرسم وي لكن حكم سوو شوغا حكم سوو شوغا وواد كرق ميسا وأحاديث ربما عضينيس كقرآن وما حكم سوو شوغا موين كقرآن وما آخرنا أحكام قرآن ما لها حلو شايتون وامحي الدنيا هل قاسي تاغن تايا الله اسك الى اليوم باب ليس الغنى عن كثرة العرض محو سيدنا موسى الأشعري علمد اول الشري اول الشري علمد واه ريال كمسلمين واه قانك امد وان ديه ضدك وحال ليلي اري ان ديه وريه اما اذا ان دوه ريال ليلي ايه وهديها قاقان او في عنادان امد الاسلام وحبقوها قاقية أيوة هذه الدنيا ما دعوها الرجال حرصك هي طلب المال هي دنيا جعلك هي آخر مغني ماذا هذه ذاتك مسلمين تعوها الرجال وفسوك رضي الدنك ورقمنا يا مسلمين وعلك سمية وأنا واحد أنها يستوي إله النفوذ يا موي باب ليس الغنى عن كثرة العرض ليس الغنى هذا أنت نبض معها تاجر نبض معها عن كثرة العرض حول بنك ما تمادو روح إنه غني يعني. او دقتون ياي او ايمان سن ياي ما هاين اد خولا بدن تاي كو خولا بدن قاران لغلا ياي باجر او دبك ان دلك او شيدينن او بوقوشنا لغا سو سارينن وانا دق ما هيا سيدي فقردي مساكين او كا اردن دركودي او قانجيرتو كو تال او معوس دوبن او مودو قورسي فيس وتا
sida wadaadka ka istaaga magaalada Soomaaliya wuxuu u yimid reebalo masaakiintu ay idan kala garteen saad buu ka istaagay wadaadana sheegay ilmaadirtu xorka ugu ximaal qabeenka iyo fuqarada isku sii labisanayaan minbarku ka istaagay wuxuu reebalo masaakiintu haydan kala garteen oo ninkii wax weydiisan yahay fahmeen ka qaraan loo doono waa macsida nabiga duu sheegay wuxuu calay saad ilaahay wuxuu jecel yahay adduunkiisa duu nicmeeyo oo xoola siiyo ها أن ترى أثر نعمتي عليه إلى دخول نعمة نعمتها كان مقطع تديك الجسر بنغنيس أنا وحنا نوم وشنو تبلا وحنا نويد إلى حبا إما السنين قالت أنا أردي من هيا مرك إله بدك جساري يعرفون نعمة الله ثم ينكرون بد قل من باب كسو جليس هل سوي يعني المسلمين ترى فانفان يا ففايز كانوا غني يلا قاش لكن نعمة إله وين كان مقطع غيرهنا يهون تنمت قوى قلبك ما الدنيا يحولك هريالة قلبك هل كان لغنه لياي حدثنا زيد بن حرب وابن مارن قال حدثنا صفيه بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى تاجر نمض ماءها اما هون تنمت ماءها ايمان سميده كما تماده عن كثرة العرض اي عن كثرة المال عن كثرة الدنيا الدنيا بدنا شهيد خذون تنمي إيمان سمي كما تماد مرة كنت مرة ولكن الغنى غنى النفس خذون تنمي تقول تاج نمي ضربت وحوي غنى النفس نفط هذا الدقطون كاتو دمني واحد أن كاين ما أنكوب شاكوسي تفوي سماري تقول كيس وركالة وذا قدينك ما يدرسنا الشيخ ما قرا عن مقضي نفط هايسا ما أقوله قب قب رشيوي هل كانوا بعده غنى النفسي ويسكو كالسونية ربينا أو كالسونية وحوازك حندا الدنيا بالربا لسك قضي شرفت إلى شانية ولكن الغنى غنى النفس تامرك توكل إن الله هاي قناع على هاي إيمان لي هاي باكينا وانهب إلهي به سبحانه وتعالى باب التخوف ما يخرج من زهرة الدنيا بلاك إنو تشوف الله سبحانه وتعالى أعلم.